أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامجكم ساعة مع رشا أبو الحسن. أحب أعرفكم بنفسي، أنا رشا أبو الحسن، بنتكم، أختكم، وفرد من العيلة. وأنا بفضل أعرف نفسي بالتعريف ده علشان تحسوا إن أنا موجودة معاكم، بنتناقش في أهم القضايا اللي بتخص كل بيت مصري. وعلشان كده إحنا بدأنا شهر سبتمبر. شهر سبتمبر مرتبط معانا بذكرى أنا بعتبرها إن هي حاجة مهمة جدا. الذكرى دي هي يوم 9 سبتمبر، عيد الفلاح. اليوم ده اللي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي وتم القضاء على الإقطاع. وبالمناسبة دي إحنا معانا النهاردة الحاج صدام أبو حسين، حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين. ومعانا الحاج ضاحي عبد القادر، رئيس لجنة الزراعة بنقابة الفلاحين بالمنيا. أهلا بحضرتك أهلاً معانا. أهلا بك. أهلا بك يا أبله رشا. أهلا بحضرتك، كل سنة وأنتم طيبين. كل سنة طبعا وحضرتك يعني طيب. لازم نقدم لكم طبعا التهنئة. كل سنة وحضرتك طيبة. أعتقد إن ده عيد الفلاح ال 68. تمام بالظبط صح؟ أنا طبعا بأني كل المصريين وبأني فلاحين مصر بعيد الفلاح رقم 68. بحب أشكر طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رمز مصر ورمز العالم العربي والإسلامي في الوقت الحالي، وصاحب النهضة الزراعية في 2020. نهضة زراعية حقيقية، هي بدأت من 52 من الإصلاح الزراعي، لكن احنا دلوقتي في مجال تطور هذه النهضة لنحو زراعة رقمية. بشكر السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللي قدم تهنئة النهاردة لفلاحين مصر، بشكره على الهواء وبقول له إن شاء الله مصر هتصبح خضرة في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس حكومتنا المفضل لدينا دكتور مصطفى مدبولي ووزير الزراعة دكتور السيد القصير، كلهم أعلام نفتخر بيهم، وإن شاء الله مصر على أيديهم هتبقى خضرة إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. طيب. ممكن تعرف قبل ما نتكلم في أي حاجة، ممكن نعرف عدد الفلاحين وعدد الحيازات حاليا في مصر؟ هو طبعا الفلاحين في مصر، يعني احنا كنا في 2014 مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد الفلاح، قال ان فلاحين في مصر عددهم 51 مليون. طبعا ده عدد الفلاحين اللي موجود حقيقيا والناس اللي شغالة بالزراعة وبالفلاح. لكن لما نتكلم على الحيازات الزراعية، ان عندنا في مصر اكتر من 6000 جمعية زراعية تضم عدد الحائزين اللي هم يمكن اكتر من 15 مليون حائز زراعي. طبعا الحيازات دلوقتي قليله متفتته، في 80% من الحيازات دي اقل من فدان، ففلاحين مصر يعتبر نصف الشعب المصري او يزيد شويه كمان. الحيازات الزراعيه اللي موجوده تصل يمكن ل 15 مليون حيازه زراعيه. احنا دلوقتي في اطار توسع في الاصلاح الزراعي، احنا داخلين على اصلاح المليون ونص فدان، في تقنين اراضي زراعيه كل يوم بتضاف حيازات جديدة، في حيازات بتخرج للأسف بس حاجات قليلة، الناس مثلا اللي بتحول لكردون أو حاجة الأراضي اللي بتحول كده بتخرج من الحيازات الزراعية. لكن مصر بخير، النهاردة نملك أكتر من 10 مليون فدان مصر، عندي فدان زراعي في مصر، عندنا اكتفاء ذاتي من كل الخضروات والفواكه، صدرنا حتى الآن أكتر من 3 مليون و900 ألف طن من الخضروات والفواكه، فاحنا فعلا دلوقتي على الطريق السليم. دخلنا في الزراعه الرقميه بالكارت الذكي والصوب الزراعيه، داخلين على مرحله تانية من الزراعه. بطمن كل المصريين وكل العالم العربي وافريقيا كمان ان مصر هتبقى سله غذاء العالم في الايام اللي جايه ان شاء الله. بالفعل يعني احنا مرينا الفتره اللي فاتت بجائحه كورونا، والحمد لله الحمد لله ان مصر ما لم نعاني من اي نقص في المواد الغذائيه، وده طبعا بفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والنهضه اللي احنا النهارده شايفينها في مصر كلها. انا عايز اقول لحضرتك ان الحاجات دي ما بتيجيش من فراغ، ولازم في تخطيط سليم لما نوصل لهذه المرحله في ظل جائحه كورونا والعالم كله اغلق، الدول الكبيره تعبت. ايوه فعلا. احنا لغايه النهارده البرتقال المصري يعتبر مصدر صادرات العالم، بعد ما كانت اسبانيا كانت قبلينا، احنا دلوقتي بقينا اكتر من اسبانيا. البطاطس وصلنا يمكن ل 700 الف طن. لولا موضوع التعب ده والمجهود اللي حصل ده
كانت جائحه كورونا كشفت مصر بالزبط. لان بالزبط. احنا دوله برضو دوله ناميه، فاحنا دلوقتي الحمد لله في ظل القياده الحكيمه كان تخطيط صح، ما حسناش بكورونا بصراحه. بالفعل. الاسعار النهارده اقدر اقول لك اقل من مثيلات العام الماضي في كل الخضروات والفواكه. احنا ايوه الناس تعبانه شويه في، لكن احنا بنعمل حاجات ما كانش ينفع حتى نعملها في ظل اذى العصور. احنا ماشيين في تنميه زراعيه وصناعيه وطرق ومدن والحمد لله. ما شاء الله. يعني ربنا بس يدوم علينا النعمه دي يا رب. اللهم امين. ويحفظ مصر يا رب. من كل شر ان شاء الله. حاج ضاحي كل سنه وحضرتك طيب. كل عام وانت طيبه. وحضرتك طيب يا فندم. نحب نعرف من حضرتك ايه هي حاليا اهم المشاكل اللي بتواجه فلاحين مصر، وهل المشاكل دي حضرتك شايف ان هي بتقدر توصل للحكومه؟ والله المشكلة في الفلاحين اللي بيوصلها سعادة النقيب الحاج حسين عبد الرحمن، كل مشاكل الفلاحين بيوصلها الحاج حسين عبد الرحمن. هو الحاج ضاحي طبعا احنا عايزين المشاكل اللي بتبقى في القرية. أيوه. هو طبعا من قرية ريفية اسمها كفر المغربي مركز العدوى. كفر المغربي في لجنة الزراعة على مستوى المنيا وأمين القرية على حزب مستقبل وطن. أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم، نورتنا. أهلا بيك يا فندم. طبعا المشاكل اللي هو طبعا الحاج ضاحي يمكن هو عايز يتكلم فيها، بس هو عايز يفتح له مجال. مشاكل هناك عندنا قله المياه، دي مشكله كبيره جدا في معظم الكرة خاصه في نهايات الترع. عندنا مشكله التقنين، الناس هناك بتشكي ان الاسعار بتاع الاراضي اسعار عاليه، دي مشكله من المشاكل. احنا كنا بنتكلم في مشكله التسويق والتسعير خاصه في القطن المصري، لان احنا كان عندنا مشكله كل سنه في التسويق والتسعير. المشاكل دي عشان تتحل في قرارات اتخذت وعايزه تنفذ على ارض الواقع، زي قانون الزراعات التعاقديه. أيوه. المفروض ان احنا دلوقتي ننفذ القانون ده هنحل مشكله التسويق والتسعير. يعني افهم من حضرتك ان حضرتك شايف ان في فعلا اليات لحل المشاكل دي. في اليات وفي قرارات اتخذت. أيوة. من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انت عارفه قانون الزراعه التعاقديه ده اتخذ في 2015، يعني لو فعل النهارده ما كناش لقينا ازمه في موضوع القطن. النهارده طبعا الحكومه بتسعى بجهود كبيره ان ترجع القطن لعرشه، وعملت نظام جديد اسمه المزايده، لكن اللي هو في الوقت الحاضر اللي احنا فيه الفلاحين برضه في ازمه في تدني الاسعار. لما تسال الحاج ضاحي يقول لك الاسعار كلها رخيصه، هو عايز يبيع بسعر يعني يبقى فيه هامش ربح. ايوه طبعا. حسب الماده 29 من الدستور بتقول لك تلتزم الدوله بشراء المحاصيل الاساسيه بهامش ربح. احنا عايزين الدوله تاخد الحاجات بتاع الفلاحين يبقى فيه هامش ربح، ويبقى فيه حاجه يعني ما يبقاش لان الفلاح ده منتج ومستهلك، ما يبقاش اعلى من اللزوم. يعني احنا بنزعل لما يبقى فيه حاجه اعلى من السعر العادي، لكن المفروض يبقى الاسعار يبقى فيها هامش ربح للفلاح عشان يستمر في الانتاج. وطبعا الحاج ضاحي يمكن ادرى مني بالمشاكل الصغيره اللي في القريه، انا عايزه يوضحها برضه حتى للمشاكل هناك اللي سواء طرق يعني او يعني تعليم يعني او اي يعني حاجات. يعني برضه احنا في قريه كفر المغربي قريه ريفيه. ايوه. الحمد لله يعني بالمخلصين اختاروها من ضمن القرى على مستوى محافظه المنيا او من القرى على مستوى الجمهوريه ان هي القريه النموذجيه. ما شاء الله. فالحمد لله ما كانش فيه صرف صحي يبداوا يشتغلوا فيه. طورنا الكهرباء اكشاك جديده، في تغيير ضغط عالي اتغير في قريه كفر المغربي من ضغط عالي فوق المساكن والمباني بقى كابلات ارضيه. الحمد لله يعني القريه فيها تطوير جديد، فيه دخلها ميه، فيه كهرباء جديده، ولكن في عشوائيات عايزين نقول ان العشوائيات دي عايزين يشوف لها حل على اساس داخل الحائز وخارج الحائز. دي عملنا مشاكل في القريه، يعني يبقى فيه سعي للناس اللي عايز ينور او قلت داخل الحايز وخارج الحايز، دي تعب المواطنين الاغلبيه في العشوائيات الجديده دي. يعني عندنا مباني قديله 15 سنه، عندنا كتل مباني فيها مشاكل من الكهرباء وفيها مشاكل من الميه، على اساس ان الوحدات المحليه بتقول داخل الحايز خارج الحايز كده. كمان فيه نقص في الميه في فرع 10 عندنا في شركه الوجه القبلي الزراعيه، اراضي ميته معدومه من ميه، ما فيش ميه خالص. بنطالب كتير ونشكي ونرفع شكاوي للمسؤولين وما فيش رد ولا في سعي. فياريت يعني توصلوا صوت يعني ان الميه في فرع 10 وفرع 8 ده ميت، في اراضي كتيره والاراضي يعني الفلاح تعبان وبيزرع وبيجاهد وبيعمل وفي الاخر ما بياخدش حاجه. فياريت يعني الفلاح المصري عايز يساعد شويه.
يبقى في مساعده من الحكومه شويه. نتمنى ان من خلال برنامجنا صوت حضرتك يوصل للمسؤولين ويكون في حل ان شاء الله. ان شاء الله يا ابله رشا ان شاء الله، وكل سنه وحضرتك طيبه، وكل سنه والمصريين وفلاحين مصر بخير. ونشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشكر جيش مصر وشرطه مصر، وكل سنه وحضرتكم طيبين. وتحيا مصر، وتحيا مصر. حضرتك طيب. حاج حسين، دايما حضرتك لما بتظهر عبر الميديا دايما حضرتك بتقول احنا النهارده في عصر الامن الغذائي. تمام. انا الكلمه دي دايما كانت بتستوقفني طول الوقت حضرتك بتقولها. في ناس كتير ممكن ما يكونوش على درايه بالموضوع، اتمنى حضرتك توضح ده. انا عايز اقول طبعا الامن الغذائي يعني ايه امن غذائي؟ الامن الغذائي يعني توفير الغذاء الامن في كل اوجات العام لكل الطبقات. يعني انا دلوقتي المفروض الطبقات كلها تلاقي حاجه على قدر مستواها. يعني لما نتكلم مثلا على البطاطس، يبقى البطاطس موجوده بجنيه ونص لناس معينه، ب3 جنيه لناس معينه، موجوده طول السنه. العيش يبقى كده، الطماطم يبقى كده. فده هو الامن الغذائي. احنا دلوقتي انا بقول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حجاج لنا الامن الغذائي، والامن كمان من الخوف، الامن اللي هو كان الارهاب كان مسيطر على البلد دي. الناس دي لو ترجع بالذاكره شويه في 2011 ما كانش حد يقدر يقعد قدام الباب. دلوقتي بقى في امن من البلطجيه، في الحاجات دي، في استقرار للبلد. عندنا امن كمان من الامراض، عندنا المليون صحه. الامن الغذائي لما اقول لحضرتك ان احنا بنصدر الخضروات دلوقتي والفواكه، يعني عندنا فائض. احنا بنصدر لغايه النهارده 3,900,000 طن من الخضروات. دي فائض عن حاجاتنا. الناس دلوقتي الفلاحين بيشكوا الاسعار متدنيه. الكلام ده انا بقوله لا يروق لبعض القنوات وبعض الناس، يقول لك الراجل ده بيتكلم ويقول لك احنا عندنا. لا، انا بقول لك اهو دلوقتي في مصر مفيش حد في مصر يصبح الصبح ما يعرفش يجيب الفطار بتاعه. كل حاجه متوفره بالامكانيات اللي موجوده. انا رحت فرنسا، الرغيف الفينو هناك بنص يورو، يعني ب 10 جنيه. هنستأذن حضرتك يا فندم، معانا اتصال من المنيا. الحاج ابو بكر من فضلك حاول تتصل بينا تاني لو سمحت. الحاج ابو بكر، حاج ابو بكر من المنيا، حاليا الموضوع اللي بيشغل كتير من الناس في انحاء جمهوريه مصر العربيه النهارده طبعا الاستحقاق القادم لمجلس النواب. انت حضرتك شايف ان هل تم مراعاه التمثيل المناسب للفلاحين؟ معانا ابو بكر، اتفضل. الو الو الو، السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، انت حضرتك بخير. وحضرتك طيب، نورتنا يا فندم. ربنا يخليك يا فندم. انا بشكر ضيوفنا وبرحب بيهم الاساتذه الافاضل منورين يا فندم. شكرا. الله يخليك يا استاذ محمد ابو بكر. الله يخليك يا فندم، صباح منور الكوكب كله يا ريس. الله يكرمك يا بيه، الله يكرمك. وسياده النائب ومصدرهم منور الكوكب كله يا باشا. الله يخليك يا استاذ محمد، الله يكرمك. وانت لسه يا باشا منور يا باشا، يا رب اصواتك يا باشا كده وصوت. الله يخليك، الله يخليك. والقائد بتاعنا والرؤساء والفلاحين بتوعنا كده يا باشا، يا رب كده الله يخليهم كده حاسس. اهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا. الازمات اللي احنا بنعاني منها وخاصه ازمه المايه عليه. ماشي يا استاذ محمد، احنا بنتكلم مع الدكتوره رشا على كل المشاكل يا استاذ محمد. يا باشا الدكتوره رشا على عينينا يا باشا. اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا. احنا بنحاول نوصل صوتنا للساده المسؤولين، ماشي، والساده الرؤساء والوزراء وكل من له صوت يعني. اتفضل حضرتك، سامعينك، اتفضل. تمام يا فندم. تمام، اتفضل. مشكلة المية حضرتك، يعني النهارده من الصباح ربنا ما فيش مية عندنا، أي شوف مش مية زرع حضرتك. احنا اتكلمنا يا أستاذ محمد عن المية وما سبناش حاجة يا أستاذ محمد. فكنت بلتمس من حضرتك يا فندم، معلش صوت ما يوصل للمسؤولين يا فندم. إن شاء الله، إن شاء الله من خلال البرنامج يوصل للمسؤولين ويتم حل المشكلة إن شاء الله. يا ريت يا فندم والله، المية هنا بنعاني منها بفظاعة يعني بشرار. انا معلش حضرتك، انا وصلت من الشغل من المحكمه، معلش مش لاقي ميه حضرتك اتوضى. لا ان شاء الله يا فندم هيكون في حل ان شاء الله للمشكله دي، واحنا النهارده موجودين عشان نعرف ان شاء الله نحل كل المشاكل اللي تخص المواطنين. شكرا لحضرتك يا فندم على اتصالك، شرفتنا. نرجع لحضرتك حاج حسين، احنا كنا بنتكلم عن الاستحقاق القادم لمجلس النواب.
هل حضرتك شايف ان التمثيل تم مراعاة التمثيل المناسب للفلاحين في مجلس الشيوخ اللي فات؟ هو الحقيقة طبعا انا عشان اقول بشفافية، احنا اي حد بيخش البرلمان هو بيمثل الفلاحين، واي نائب بيمثل المصريين كلهم. لكن انا وضع الفلاح نفسه كاقتصادي ما كانش ينفع في مجلس الشيوخ، لكن الدوائر واسعة جدا وكان في احزاب قوية تغلبت على الوضع. لكن احنا نتمنى ان يراعى ذلك في موضوع التعيين من السيد رئيس الجمهورية او في مجلس النواب القادم، بحيث ان تمثيل الفلاحين ده مهم جدا. لازم نجيب ناس من على المصطبة، ناس يعني يبقى عارفة المشاكل بتاع الفلاحين. لما زي ما قلت لك الفلاحين 50% من الشعب المصري، ما ينفعش ان هم يبقى تمثيلهم ضعيف. لازم يبقى فيه. معنا استاذ فضيل. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل. عايزين نوسع الميه بالنسبه للجبل يا فندم. يا عم الحاج فين؟ حاضر يا فندم، احنا بنتكلم في الميه وهتكلم فيها دلوقتي. واضح ان موضوع الميه بيشغل كل الناس. الميه بتشغل قريه. أيوة أيوة. المنطقه بتاعتنا. أيوة. مركز هو الحاج فضيل اللي جرب يموت يا عم الحاج حسين. حضرتك ما تقلقش يا فندم، ان شاء الله ان شاء الله الصوت هيكون مسموع، وان شاء الله يكون في حل قريب للمشكله دي ان شاء الله. انا عايز اتكلم في موضوع الميه دي، لان الناس برضو مش عارفه يعني ايه ميه في مصر. احنا الميه اللي بتخش مصر كلها بتدخل من الخارج 55 مليار متر مكعب ونصف بتاع نهر النيل، و5 مليار ميه جوفي، يعني 60 مليار. الزراعه الواحده بتاخد 80 مليار متر مكعب، فاحنا تحت خط الفقر المائي. الحكومه دلوقتي بتسعى بكل الطرق لترشيد الميه هنا، ونخلي الميه اللي موجوده دي تكفي الناس. بالري الحقلي عايزين نتحول كلنا للري بالتنقيط والري بالرش. اللي بيتكلم عليه الحاج فضيل ده الارض بتاع الجبل ميه قليله. أيوة. هي الميه قليله في مصر كلها، عايزين الميه القليله دي تكفينا، لان اعداد السكان بتزيد، بنستصلح اراضي جديد والميه زي ما هي. فموضوع الميه ده فعلا الصعيد كله عايز نظره معينه لموضوع غرب. أيوة. الصحراوي، بحيث ان احنا نوفر لهم ميه، حتى لو الري من تحت الارض الميه الجوفيه، يبقى في ابار حكوميه. أيوة. تخدم المناطق اللي هي فيها ميه جوفيه، او نوصل حتى ميه صرف زراعي للمناطق دي، لان المناطق دي يعني مناطق خصبه جدا وبتوفر لمصر. طيب. اطنان من الفاكهه. احنا النهارده عارفين ان قانون نقابه الفلاحين لم يقره مجلس النواب لحد دلوقتي. حضرتك من رايك مين اللي ياخد صفه الفلاح؟ هو طبعا انا بشكرك على السؤال ده، لان في يعني انا زعلان من مجلس النواب اللي فات، لان طبعا القانون ده كان من نص المجلس، وامال نقول كل يوم يطلع مع نائب يقول لك القانون بكره. احنا كنا عايزين نوحد كل الناس دي كلها، ويبقى في نقابه مهنيه تخدم فلاحين مصر كلها، يبقى سيف ودرع الفلاحين. أيوة. غير النقابه المستقله اللي احنا دلوقتي موجودين فيها، ان امكانياتها ضعيفه والدوله ما بتدعمهاش. فانا دلوقتي بقول الفلاح اللي هو الفلاح اصلا في القانون اللي هو الراجل اللي مصدر رزقه من الفلاحه، من الزراعه بس. لكن احنا هنستاذن حضرتك، معانا مداخله. استاذ مؤمن من القاهره، عليكم السلام، اتفضل. ازي حضرتك يا استاذ رشا؟ تمام يا فندم، اهلا بحضرتك، نورتنا يا فندم، اتفضل. انا من متابعين حضرتك جدا، ونشاط حضرتك السياسي والاجتماعي وكل حاجه بتقدميها في المجتمع. ميرسي يا فندم، ميرسي ميرسي. ومبسوط جدا بنشاط حضرتك، وحضرتك مثال جيد جدا للسيده المصريه اللي بتسعى وبتجتهد، وما شاء الله حضرتك اتطورتي في ان حضرتك بتناقشي مشاكل المجتمع، وعلى راسها النهارده موضوع مهم جدا. بالظبط. موضوع الفلاحين، لان بالنسبه لنا الفلاح هو عمود من اعمده بناء أكيد مصر. اكيد 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 طبعا. كل عام وكل فلاحين مصر بخير، ومبسوط بوجهات نظرك وعرض المشاكل من ضيوف حضرتك الكرام. واتمنى لحضرتك وليهم التوفيق يا رب، وكل عام وكل المصريين بخير. واكيد يا فندم، يعني تكمله لكلام حضرتك، ان احنا النهارده اول حلقه لينا قررنا ان احنا طبعا هنستضيف يعني الضيوف بتوعنا الكرام النهارده، عشان نتكلم في موضوع، لان انا شايفه ان من لا يملك قوته لا يملك قراره. فاحنا النهارده لو ما تناقشناش في مشاكل الفلاحين، ما اعتقدش ان احنا هنوصل لاننا نكون سيد قرارنا. تمام. فنستكمل الموضوع مع حضرتك، اتفضل يا فندم.
طبعا انا الاستاذ مؤمن طبعا هو بيلقي نظر على حاجه مهمه جدا. الفلاحين دول مش انت قلت حضرتك ازاي نصنف الفلاح؟ الفلاح دلوقتي احنا قلنا ايوه بالظبط، مين هياخد صفات الفلاح؟ اللي هو الراجل اللي هو مصدر رزقه الوحيد من الفلاح، يعني يكون عنده ارض زراعيه يكون مصدر رزقه ده من الفلاحه، وبعدين بيجيب حيازه زراعيه المفروض يقدم حيازه زراعيه عشان يبقى صفه فلاح. الكلام ده كان في المجلس اللي قبل كده مجلس الشعب، عشان تقديمي لازم تجيب الحاجات دي. دلوقتي صفه الفلاح ما بقتش يعني ذات اهميه كتيره قوي في المجلس. ليه؟ لان احنا دلوقتي بقى الفئات زي الفلاحين. في الاول كان لازم 50% عمال و50% فلاح، عمال وفلاحين و50% فئات. فدلوقتي بقى الموضوع تمثيل ملائم. انا دلوقتي يعني حضرتك شايف ان نظام القايمه انصف الفلاحين؟ هو نظام القايمه دلوقتي بيعتمد اساسا على الاحزاب، والاحزاب المفروض تراعي موضوع الفلاحين. مش لازم يعني اجيب ناس معاها فلوس كتيره لازم يجيب لازم يبقى فيها مع حد فلاح. ما انا دلوقتي المفروض ان انا دلوقتي ايوه احنا مع ما يعني ما بنعترضش على الناس اللي شبعانه والناس المبسوطه، لكن انا عايز اشوف ناس غلبانه. عايز اشوف عم حمام اللي هو كان بيتكلم مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المجلس، عايز اشوف الحاج ضاحي في المجلس. حضرتك يا فندم معانا اتصال من عبد الباسط، اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك يا فندم. تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام، وتحيه طبعا لاختيار الحلقه او اسم الحلقه وعنوانها حقوق الفلاح. يعني اهلا يا فندم، اهلا بحضرتك، بس نورتنا. اتمنى جدا، هو يعني ايه حق الفلاح الاول؟ يعني ايه حقوق الفلاح او حقوق المزارع المصري؟ يعني ايه؟ يعني ازاي دلوقتي انا لما يكون المزارع او الفلاح المصري انا وحضرتك وكل المشاهدين وكمان ممكن بنصدر المنتجات اللي هو بيزرعها، وانا اجي دلوقتي في 2020 لسه هقول حقوق الفلاح المصري او المزارع المصري، لما انا دلوقتي لسه لغايه النهارده ما عنديش نقابه بتضم او بتحوي فلاحين مصر ومزارعين مصر عشان تطالب بحقوقهم، واحنا في 2020 ويجي مجلس النواب يبدا دوره الانعقاد وتنتهي دوره انعقاده دون ان ينظر الى حقوق الفلاح المصري اللي هم اعضاء مجلس النواب، اغلبيه عظمى منهم هم ابناء المزارعين المصريين وابناء الفلاحين المصريين. لحتم الحلقة يا فندم، ما ينفعش النهاردة في 2020 إن أنا لسه دلوقتي هقول وين حقوق الفلاح المصري يا فندم. أنا طبعا هستاذن حضرتك دلوقتي عندي الفلاح واخد حقه حقيقي عشان هستاذن حضرتك يا فندم. نعرف حضرتك وظيفة حضرتك تشتغل أنا عبد الباسط الشيخ أستاذ في الجامعة ومزارع، ابن مزارع من صعيد مصر، مزارع لمحصول استراتيجي وهو نورتنا يا فندم، نورتنا. هو ضايع، عايز اكلمونا. نورتنا. الحاج حسين عاوز يرد على حضرتك، اتفضل. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيه حبيبي. ازيك يا دكتور، اخبارك عامل ايه؟ الله يحافظ عليك وديمك. طبعا انا طبعا انا بتشرف بحضرتك والناس المحترمه اللي بتدافع عن حقوق كل المصريين وخاصه الفلاحين. الحقوق طبعا في حقوق وفي واجبات. الفلاحين المصريين تمام، احنا مش بنقول ما خدوش حقهم، في حقوق تمام عايزين زياده فيها بالفعل. لكن في حاجات كتيره اتاخدت. احنا عندنا لجنه الزراعه في مجلس النواب كانت شغاله طول السنه واحنا كنا معاهم. ايوه. عندنا الاتحاد التعاوني. عندنا النقابه العامه المستقله للفلاحين. احنا بنسعى للافضل، عايزين نقابه مهنيه، عايزين نستزيد من لكن الفلاح المصري النهارده اقدر اقول لحضرتك في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر احسن من زمان بكتير قوي. انا كفلاح والحاج ضاحي فلاح. حاج حسين، في عهد سياده الرئيس السيسي طبعا احنا عارفين ان هو بدا يتجه للزراعه وعايزين نصدر. انا عايز اقول لك بالارقام يا دكتور، منتج يا فندم بيتصدر يبقى ده حفاظ على حق الفلاح المصري. عايز اقول لك يا دكتور، كويس ان حضرتك اثرت فكره الحق والواجب. هو فكره انه يكون عند حضرتك نقابه، اساسا نقابه مثلها مثل كل النقابات اللي موجودة في مصر، ده ليس إنما هو واجب على الدولة اتخاذه، لكن ما كانش واجب في شخص السيد الرئيس. احنا عندنا مجلس نواب نعيبه عليه ونلومه عليه يا دكتور. لم نقل القيادة يا فندم السياسية. احنا موجودين النهارده عشان نوصل صوتكم للمسؤولين. يا دكتور انا طبعا تمام، الكلام بتاع حضرتك كله اي فلاح يتمنى يسمعه، واحنا عايزين المزيد، لان احنا طبعا انت عارف ظروف مصر دلوقتي اهوت. الحمد لله ان احنا نقدر نقول دلوقتي ان احنا عايشين في استقرار وتمام. احنا عملنا السنه دي طبعا الحكومه اللي عملت الصور الزراعيه دي كان حاجه مستحيل تتعمل في الوقت ده. الكارت الذكي، الصوامع اللي اتعملت للقمح، الاصناف اللي اتعملت، اللي دلوقتي عندنا اصناف من القمح بتجيب لغايه 35 ردب
ما كانتش بتجيب قبل كده 18 ارداب. عندنا الاسعار، القصب النهارده ب 720 جنيه، احنا كنا فاول السنه ده كان القصب ب 400 جنيه. عندنا الان السنه دي يا فندم، انا اسف يا حاج حسين اقطع حضرتك، انهي سنه اللي كان فيها ب 400 جنيه يا فندم؟ من خمس سنين يا فندم. احنا كل دلوقتي قصب السكر لو قلنا ان هو ب 720 جنيه النهارده، انا اقدر اقول لحضرتك انه قصب السكر من المفترض يكون 1200 جنيه عشان اقول انه سعر عادل، عايز اقول لحضرتك او اقرب للعدل بالنسبه يا دكتور للمزارع. يا دكتور انت سيبني بقى اتكلم بقى. مزارع قصب سكر، معلش ما انت جيتني في الوجع اللي هو انا حاسس فيه كمزارع وليس كاستاذ في الجامعه. يا دكتور انا عايز اقول لك على حاجه، قصب السكر دلوقتي ب 700، احنا نتمنى انه يوصل 1000 جنيه، لكن انا عايز اقول لك ان مصر فيها 55 مليون فلاح اللي زارعين قصب السكر بس 375 الف اسره، فانا مش عايز ازيد على حد ونقص على حد، فلازم يبقى الحاجه في متناول الجميع، لان السكر لو زاد. يوم ما انا يا فندم تقول لي ان انا عندي 350 او 300 هو عشان نبقى عادلين، انت عندك 517 الف مزارع لقصب السكر في مصر. لا 375 الف فدان لا او اقل من كده بكتير يا دكتور. لا 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 يا سعاده الباشا بتسمع كلامي بقى، انا بقول لك بالفدان مصر فيها 375 الف فدان. شكرا لحضرتك. فهو طبعا لو الفدان ده بيزرعه واحد، ده في ناس بتزرع خمس فدادين. انا بتكلم على كلام طيب. الدكتور كلام محترم يعني، لكن بعد اذن حضرتك احنا حضرتك النهارده بنتكلم في ان انتوا عاوزين توصلوا المشاكل دي. طب يا ترى النقابه بتاعه الفلاحين النهارده هيكون لها دور في توجيه المواطن ان هو ازاي يختار النائب الصح اللي يقدر يوصل مشاكله دي؟ انا بشكرك على السؤال ده، وانا وجودنا هنا دلوقتي توعيه وارشاد للمواطنين الفلاحين. طبعا احنا طول عمرنا بنقول يا جماعه المشاركه في الانتخابات ده واجب وطني وديني، ما ينفعش ان يبقى عندنا انتخابات ومحدش ينزل، لان عدم نزولك بتدي فرصه لغيرك ان واحد يخش مكانك تاني. أيوة فالنزول للانتخابات ده امن مصر كلها، ولازم نعرف العالم كله ان احنا نازلين انتخابات. ما ينفعش ان مثلا عشان الحاج حسين نازل او الحاج ضحى نازل، لا ده انا مش هنزل عشان دول. انت بتنزل عشانك، عشان نفسك وعشان مصر. أيوة. حتى لو مش هتدي للافراد اللي انت عايزها لازم تنزل. يعني نقدر نقول ان الصعيد الاستحقاق اللي جاي ده هيكون له راي، مش هنبقى متجهين ناحيه قبائل وعائلات وان لازم ده مننا هنديله صوتنا. يعني هل احنا هنقدر الاستحقاق القادم ان احنا نقول هو ده الشخص المناسب؟ الحقيقه طبعا ان الصعيد دايما بيبقى نسبه المشاركه فيه اعلى من هنا بكتير خالص، والقرى اعلى، لان الناس عشان موضوع العائلات والقبائل ده. الاختيارات عندنا ما زالت لغايه النهارده موضوع عائلي وقبلي، لكن احنا نتمنى في القريب العاجل إن شاء الله يبقى فيه توعيه بحيث ان انا اختار الحزب المناسب، لو بقى فيه حزب، لو بقى فيه شخص مناسب، حتى لو كان مش جريبي او كده. ده الكلام اللي احنا بنسعى ليه. مرسي حضرتك يا فندم. كل سنه وانتم طيبين طبعا، وكل سنه وكل فلاح على ارض مصر. الايادي الشقيانه زي ما بنقول، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب عيد فلاح السنه دي يكون عيد سعيد عليكم جميعا. احنا بنشكر طبعا الضيوف الكرام الحاج حسين ابو صدام والحاج ضحي عبد القادر، شرفتونا يا جماعه ونورتونا. كل سنه وحضرتك طيبه. وان شاء الله هيكون معانا بعد الفاصل الدكتوره ميسه هلال خبيره تنميه بشريه وارشاد اسري. اعزائي المشاهدين فاصل وهنرجع لكم، استنونا.